فخامة الرئيس تراوري، رئيس جمهورية مالي سابق، دولة الرئيس محمود جبريل، رئيس مجلس الوزراء في دولة ليبيا سابقا، الأخ العزيز إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس المدارس، سمو الشيخة، وطوفة الوالي، الحضور الكريم. يسرني تلبية الدعوة للمشاركة للمرة الأولى في هذا الحدث الدولي الهام، منتدى التفكير الجاد والعميق، والذي يعكس أهمية حوار الجنوب ومناقشة قضايانا من زاويتنا نحن أهل الجنوب. شكراً للأخ السيد إبراهيم الفاسي الفهري لتوفير هذه الفرصة الهامة لي ولنا جميعاً من يشارك في هذا اللقاء الدولي الهام. يسعدني فعلاً التواجد هنا اليوم في بلدي الثاني المغرب وفي هذه المدينة الجميلة التي لطالما انتظرت فرصة زيارتها. أنا قادم لكم مباشرة من فرنسا باريس، وتحديداً من اليونسكو، حيث شاركت ولأول مرة باسم دولة فلسطين في إلقاء كلمة دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في تلك المنظمة. أنا آتي إليكم حقيقة منتشياً بذلك النجاح الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي تحظى به بلدي فلسطين من دول العالم الصديقة وخاصة دول الجنوب. فلسطين حظيت دوماً بالاهتمام الخاص في منتدى أماديوس، في منتدى ميدديز، وهذا يعكس الاهتمام الذي يوليه القائمون على هذا المنتدى للقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمون الأولى إن لم تكن قضية العالم أجمع. لا شك أن عالمنا اليوم يتذبذب تحت وطأة حالات عدم الاستقرار، تلك التي انتقلت مع الوقت من كونها حالات محلية إلى حالات عدم استقرار إقليمي وحتى دولي، ولم تعد المعالجة كما كانت في السابق، المعالجة على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي في أحسن الأحوال، وإنما حصدت اهتمامات خارج الإقليمية بسبب تأثيراتها التي تتخطى الحدود. حالة عدم الاستقرار العالمي مرده إما قضايا مزمنة وعالقة دون حل عبر العقود، أو قضايا مستحدثة أو طارئة تشكلت لأسباب خارج المحلية نتيجة للتطور الدولي الذي لم يعد يعطي اعتباراً للحدود السياسية للدول، كون القضايا والأزمات لا تعترف بالحدود الجغرافية أو السياسية. خلال تلك الفترة السابقة اعتاد العالم على العيش أو حتى التعايش مع تلك القضايا وأزماتها في إطار إدارتها أكثر من معالجتها بهدف حلها، ووصل بهم الأمر إلى تجاهل ذلك الواقع الذي أخذ يترسخ بشكل أكبر والتعايش معه كواقع محتمل أو يمكن تحمله، وأصبح صم الأذان والتجاهل عنوان المرحلة، مبررين دوماً تمويل إدارة الأزمة هو أفضل أسوأ الخيارات. في خضم ذلك ظهرت أزمات جديدة لكنها لا تحتمل اعتماد نفس الأسلوب، فهي ليست قابلة للاشتعال وإنما هي فعلاً مشتعلة وتعرض مصالح دول عديدة للتهديد والخطر، مجبرة تلك الدول
على مواجهة هذا الواقع الجديد والذي يطرح سؤالاً محيراً: هل تغير تلك الدول من استراتيجية عملها فيما يخص القضايا المزمنة؟ وأين تعطي أولوياتها؟ من الواضح أنه في الوقت الذي قررت تلك الدول إعطاء الأولوية للقضايا المستحدثة، وهنا نتحدث مثلاً وليس للحصر عن الربيع العربي، عن سوريا تحديداً، ما يحدث في مالي، الأزمة الإيرانية، وجدت نفسها تحت ضغط هائل بإعادة هذه الدول فتح الملفات المزمنة، وهنا يمكنني التحدث تحديداً عن الملف الفلسطيني الإسرائيلي كملف مزمن طال عمره. ولكن ما هو الضغط؟ ذلك الضغط الذي جعلهم يعيدون فتح ملف فلسطين رغم أن الأولوية هي في معالجة القضايا حديثة الزمن وليس تلك القضايا المزمنة. سنتحدث هنا بصراحة لأن المكان يدعونا لذلك. هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. ما يتعلق بالذاتية هي مرتبطة بالتحول التدريجي في الرأي العام، والمقصود هنا الرأي العام الأوروبي، يليه ذلك الأمريكي، بخصوص عدالة القضية الفلسطينية وجرائم إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حيث انعكس ذلك على مستوى الشارع، على مستوى الحزب، على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات حقوق الإنسان، على مستوى البرلمان، وحتى طال الحكومات. هذا بدوره ولد شعوراً لدى تلك الدول بضرورة البحث عن حل للقضية الفلسطينية، بحيث لم يعد يجد مبرراً يقدموه لعدم العمل على حلها بشكل عادل. وساهم في ذلك الجوانب التالية: نضوج القيادة الفلسطينية السياسي وتعديل استراتيجيتها في العمل على المستوى الدولي، بحيث أخذت تحظى تلك القيادة بالاهتمام والتقدير من قبل المجتمع الدولي بعكس القيادة الإسرائيلية، وانتقال تلك القيادة الفلسطينية إلى تبني مفهوم النضال الدبلوماسي والنضال القانوني بدلاً عن النضال المسلح. مثل هذا النضال لا يمكن إلا أن يحظى بالاحترام والدعم والتفهم والتعاون، يفتح أبواباً كثيرة لنجاحات متكررة. خلال ذلك الوقت ارتكبت القيادة الإسرائيلية أخطاء فاحشة عبرت عن تجاهلها، عن تمردها لقرارات الشرعية الدولية المنبثقة عن منظمات الأمم المتحدة، بل ذهبت في تحديها لتلك القرارات المعبرة عن الإجماع الدولي إلى درجة التهديد. انتقلت في التجاهل إلى التمرد، ثم إلى التحدي، ومن ثم إلى التهديد. هذا التصرف اللامسؤول والمتكرر ساهم ذاتياً في ازدياد عزلة إسرائيل دولياً، وأفقدها احترام دول كثيرة لها ولدورها من خلال تلك التصرفات، مما شجع تلك الدول لاتخاذ خطوات أو قرارات أو تصويتات تدين فيها إسرائيل على جرائمها المستمرة بحق الشعب والأرض الفلسطينية، خطوات ما كان لها أن تأخذها لولا ذلك التصرف الإسرائيلي المشين وغير المسؤول. خلال تلك الفترة الزمنية المحدودة رأينا ترجمة لهذا التغيير على المستوى الفلسطيني الإسرائيلي وحتى الأوروبي والدولي، وانعكس في التالي: قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة اليونسكو مقابل تجميد تصويت إسرائيل ومعها تصويت أمريكا، قبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة واعتماد مسمى دولة فلسطين، توفر الإمكانية التلقائية والفورية
لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في كافة الوكالات الأممية المختصة في المنظمات الدولية وفي التوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحدد العلاقات بين الدول. نستطيع أن نتحدث هنا عن حوالي 65 منظمة ووكالة مختصة بالإضافة إلى اتفاقية وبروتوكول دولي. هذه جميعاً متوفرة لدولة فلسطين لكي تنتمي إليها وتصبح عضواً فيها. رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني في الكثير من الدول الأوروبية وفي اعتراف دول أخرى كثيرة بدولة فلسطين وفي إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها. التوقيع على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية بين فلسطين والعديد من الدول. اعتماد الاتحاد الأوروبي للخطوط الناظمة للعلاقة مع إسرائيل خاصة المرتبطة بالمستوطنات أو ما يسمى بالجايدلاينز. أكانت عبر وضع ملصقات على منتجات المستوطنات التي تسوق في السوق الأوروبي أو في وقف دعم الشركات ومراكز الأبحاث الأوروبية التي تعمل أو تساهم في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. هذا التوجه الترند الذي أخذ في التبلور عرض إسرائيل ومستقبلها للخطر. وعليه وبغض النظر إن كان الحراك السياسي الأخير في إعادة تفعيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مرده إنقاذ إسرائيل من عزلتها أو مرده وقف تدهور علاقات إسرائيل مع دول العالم أو مرده وقف الزحف الدبلوماسي والقانوني الفلسطيني عالمياً أو مرده وقف المزيد من الانتقاد الموجه لإسرائيل بسبب غطرستها وأدائها وعن جهيتها إلى آخره، إلا أننا في القيادة الفلسطينية نعتبر الخطوة التي أقدمت عليها الإدارة الأمريكية وبدعم أوروبي وعالمي هي خطوة إيجابية في إعادة تفعيل المفاوضات الثنائية وإعادة إحيائها، وملتزمون بها ما دامت ترمي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حل الدولتين، وما دامت المرجعيات التي حددتها الإدارة الأمريكية ملتزم بها من قبل إسرائيل تلك القوة القائمة بالاحتلال. حقيقة كان لدينا تخوفات ومنذ بداية الجولات الجديدة للمفاوضات أن إسرائيل غير جادة، وهي فعلا كذلك، وعبرنا عن ذلك للجانب الأمريكي، وها هي إسرائيل تكشف عن حقيقتها أمام العالم بإعلانها النية ببناء 24,000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين فقط يوم أمس، في تحدي واضح للولايات المتحدة الأمريكية، للمجتمع الدولي، لنا جميعا، معتقدة أن الأوضاع السائدة أكانت في واشنطن أو في العواصم الأوروبية بالإضافة إلى العواصم العربية هي تلك الأوضاع السائدة تعمل لصالحها، لصالح إسرائيل، وستنجح أي إسرائيل في سياستها الاستيطانية، ولن تتوفر القوة أو الرغبة أو حتى الإمكانية لأحد للوقوف أمامها فيما يتعلق بما تقوم به من إجراءات تهويدية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ليس فقط في موضوع البناء الاستيطاني الضخم، وإنما أيضاً مؤخراً فيما يتعلق بتهويد المسجد الأقصى. لقد قدمت مشروع قرار أو قدم مشروع قرار يناقش الآن في لجنة الداخلية في الكنيسة الإسرائيلية، البرلمان الإسرائيلي، يناقش على أساس اعتبار المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين مكان مقدس يهودي فقط، وإسقاط عنه ما
مفهوم مكان مقدس إسلامي وتعيين ولي قائم على إشراف على المكان المقدس المسجد الأقصى يهودي يتبع لوزارة الديانات الديانة اليهودية في إسرائيل، ويفتح المسجد الأقصى خلال ساعات الصباح وساعات بعد الظهر فقط للمصلين اليهود، ويمنع على الإطلاق على المصلين المسلمين الدخول فيه خلال ساعات الصباح وساعات بعد الظهر. قضايا خطيرة جداً تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. الحديث لا يدور فقط عن المستوطنات، 24,000 مستوطنة، 5,000 مستوطنة، 1,500 مستوطنة إلى آخره. الحديث يدور عن الوجود الإسرائيلي بشكل كامل ومطلق في أرض فلسطين، في أرض الإسراء والمعراج، والحديث يدور عن تهويد هذه الأرض بشكل كامل وتغيير معاملها حيث لا يعد للعرب المسلمين أو المسيحيين أي حضور أو تأثير أو رمز أو مكان. إذن المحاولة الإسرائيلية هي لإفشال المفاوضات وتدمير فرص تحقيق السلام المبني على أساس حل الدولتين. أمام مثل هذا التطور حتى الوزير الأمريكي جون كيري يجد من الصعوبة عليه تقبل مثل هذه القرارات أو حتى القبول بها. كنا نعتقد نحن في القيادة الفلسطينية أنه من خلال موافقتنا على العودة إلى المفاوضات الأخيرة وبذل الجهد الإضافي للتوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي الاحتلال ويسمح بإقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل لتعيشان في سلام وأمن، نكون قد ساهمنا في القضاء أو التخلص من قضية عالقة مزمنة أرهقت الجميع، أرهقتنا جميعاً وليس فقط نحن الفلسطينيون. كان لها تداعياتها على الاستقرار الإقليمي والدولي وتأثيراتها على بقية الأزمات الحديثة والمستجدة. نعدكم أننا سنبقى نحاول وسنبذل كل ما لدينا من إمكانية، كل ما لدينا من جهد والتزام للمساهمة في الاستقرار الدولي وفي تخفيف عبء عدم الاستقرار القائم. لكن من الواضح أن هذا الجهد المبذول من طرفنا لا يكفي ولم يعد كافياً ما دام الطرف الآخر يعمل عكس ذلك تماماً، وما دام المجتمع الدولي قاصر عن فرض رغبته في إنهاء هذه القضية العالقة منذ أكثر من 65 عاماً من النكبة و 46 عاماً من النكسة والاحتلال. ولكم الرأي والقرار. شكراً جزيلاً.